دائما ما يدور الحديث عن نبوءات مسلسل سيمبسون الشهير التي تتحقق على مدار سنوات، وكانت أشهر نبوءة تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، وهو ما حدث بعد ذلك بالفعل. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل ستتحقق نبوءة المسلسل كاملة وتتولى سيدة رئاسة أمريكا بعد ظهور ليزا في مسلسل سيمبسون تشبه كامالا هاريس نائبة جو بايدن والمرشحة لخوض سباق الرئاسة لمعاناة الرئيس الحالي من مشاكل صحية كبيرة وظهوره بأداء سيء في المناظرة الرئاسية أمام ترامب؟ تصدر اسم نائبة الرئيس البالغة من العمر 59 عاماً النقاشات داخل الحزب الديمقراطي باعتبارها أفضل الخيارات لتحل محل الرئيس جو بايدن إذا قرر الانسحاب من السباق وإيقاف حملة إعادة انتخابه. وأظهرت استطلاعات الرأي تراجع فرص فوز بايدن بشكل أفزع قادة الحزب الديمقراطي بعد أداء مرتبك خلال المناظرة الرئاسية الأسبوع الماضي. طريق هاريس لن يكون سهلاً، إذ تنافس بقوة قائمة طويلة من الأسماء المرشحة كبديل محتمل لبايدن، مثل جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا، كما يفضل العديد من الديمقراطيين هاريس لتمتعها بشرعية أكبر من بقية الأسماء المطروحة كونها نائبة الرئيس. فهل ستتحقق نبوءة سيمبسون ونرى كامالا هاريس تترأس البيت الأبيض؟